كابتن احمد دعيد، عايز اسالك الاول عن تجديد العقد بتاع زيزو. رايك ايه في الاحداث والموضوع؟ انا طبعا بالنسبه لي انا والناس قلنا لازم يتجدد له، لازم يتجدد له، وكانت الناس بتقول اللي فيه عقود من قطر وبتاع. انا قلت لك الاتجاه بتاع الاداره هم ماشيين اللي هم يعدلوا عقده، ووالد زيزو اكد كمان الكلام ده معانا قال كده. من 3 ايام، ومن قبلها كنا اتكلمنا وقلت لك ان في اتجاه ان هم يعدلوا العقد، وده الاقرب وده اللي في صالح نادي الزمالك. وقلنا يمكن انا وانت قلنا كانك جايب لاعب محترف. مظبوط. وكمان كده احنا عايزين نخرج من كلمه بقى سقف اللعيبه، سقف عايزين نقول على حاجه بس. الكلمه دي ملهاش معنى، عارف امتى؟ لما كل واحد ياخد تقديره المادي الطبيعي المناسب. يعني انت راجل نجم كبير، واحد زي زيزو ده انت بتجيبه وتدي له 30، تدي له 40، تدي له 20، زي ما يكون هو ورزقه. لكن في النهايه لعيب يستحق وجاي له عروض قد كده وبقيمه عاليه جدا، وتقدر السنه الجايه تكسب فيه كتير جدا. فهو قيمته كاحسن لاعب في الفريق في مصر، وفي نفس الوقت هداف مصر، وفي نفس الوقت احسن صانع لعب، يعني كل الارقام كل مكسره. حاجه. بالاضافه بقى لحاجه مهمه، ان هو في ايده يمشي النهارده من غير موافقه النادي. طبعا دي بقى اللي ونص خليته مليون كده. دولار 2 مليون دولار اتحطوا في اتحاد الكوره خلاص. دي اللي خليته كده عند الجمهور، ورفعته عند الجمهور وعند ناس الزمالك وعند مجلس الاداره وعند الناس كلها. والجمهور شايل له الحته دي مليون في الميه. فهو الصراحه يستحق، محدش يقدر يقول هو ما يستحقش. اي حد بيحلم اللي هو يبقى عنده لعيب زي زيزو. انت لو النهارده بتدور على لعيب تجيبه هتدفع فيه فلوس للنادي اولا، تاني حاجه لا، ولعيب لو انت جبت حد بقيمه زيزو مش فلوس عاديه. ايوه طبعا، انت بتتكلم في اللعيبه اللي بتلعب في الدوري فاكر المصري. فاكر فرجاني جاي بكام؟ بمبلغ كبير. المستشار التركي اللي كان دافع الفلوس بتاعته، تعرف جاي من النصر السعودي بكام؟ 4 مليون يورو. هل زيزو فنيا يلعن فرجاني ساسي مع الزمالك؟ هو لو الزمالك كان بيتفاوض عشان يبيعه كان هيجيب فيه المبلغ ده. يعني هل زيزو فنيا اقل من فرجاني؟ لا طبعا. يعني لو انت بتشتري لاعب بالقيمه الفنيه دي هتدفع برضه 4 5 مليون دولار او يورو، ده وهو هياخد في السنه 2 مليون، يعني 100 مليون. هو نفس عشان تشتريه، نفس الكلام عشان تشتريه. فتره التالق بتاعت حسين الشحات مع العين. اصل في ناس كتير بتتكلم انه هياخد في الثلاث سنين 100 مليون ولا 120 مليون، يعني ده انا شايفه. انا بكلمك في نفس فتره التالق كان حسين الشحات متالق مع العين. نادي الاهلي عمل الصفقه، دفع كام في حسين الشحات؟ دفع مبلغ كبير. مظبوط، كبير جدا. مظبوط. فانت برضه في وقتها كنت جايب حسين من هناك، لعيب مهم، اهم لعيب في فرقه العين، وعامل معاهم ماتشات كبيره وكاس العالم للانديه ومكسر الدنيا في الدوري، فجبته بمبلغ كبير. فالموضوع مظبوط. عادي جدا. فزيزو بالنسبه لي اللي هو كمان يشيل الشرط الجزائي دي برضه من العقد، واللي يتجدد له سبب ياخد مبلغ، دي حاجه. وبينه وبينك برضه يعني اصل زيزو مش جاي له الدوري الانجليزي مثلا، صح؟ عشان احنا نفسنا كمان نقول لا امشي. اذا كنا هنبص لصالح العام ليه او للمنتخب يعني. تمام. جاي لك دوري انجليزي بتاع ماشي، جاي لك الارسنال، جاي لك ايفرتون، جاي لك توتنهام، جاي لك ماشي. حتى لو دوري مش عالي زي الانجليزي، متوسط فنيا في الخمس دورات الكبرى، هقول ماشي. عنده حق. الماني، اسباني، ولسه 26 سنه، ما ينفعش اروح دوري اقل من الدوري المصري، معلش، في القيمه بتاعته. مظبوط. يعني فانت عندك 26 سنه زيزو، عايز تروح قطر هروح وانا 32 سنه 33 سنه. فهو ليه اروح من دلوقتي اصلا؟ هو برضو تفكير بروفيشنال بالنسبه له، وهو اشترى نادي الزمالك كمان، دي حاجه مهمه بالنسبه له، وبيفكر اللي هو بعد كده لو هيطلع هيطلع من خلال النادي ويطلع معزز، والناس مش هتقف في الحته دي. تمام. بليغ يعني هو الزمالك دلوقتي مش قصه بقى زيزو، لان هو الزمالك بيحافظ على اللعيبه عشان انت شايف التارجت بتاع الزمالك عالي. فبقى موضوع دوري ابطال افريقيا بقى وبطوله افريقيا هي التارجت دلوقتي. شو انا عايز اقول لك حاجه كجهاز فني، يعني هو من يعني زيزو هو من تمسك بالزمالك اكثر من الزمالك تمسكه بزيزو. والدليل ان هو كان قبلها بيوم، ده الراجل الصبح، ده يوم الخميس الصبح لما اتقال عندكم في مصر اليوم عارض خمسه، لا عندكم في مصر اليوم نزل خبر. اقول لك الواقع، رضا عبد العال يعني هذا الراجل شبه موقف ابنه. انتوا عايزين ليه زيزو يحصل له زي ما عملتوا بتعملوا ليه مع ابني زي ما بتعملوا مع رضا عملتوا مع رضا؟ هو اللي حصل ان هو طبعا كان كل الناس اتكلمت وعرض ال 5 مليون، وقال لك الزمالك ما مش هيرفض لانه زيزو 2 مليون هيمشي. بس الجمله جاي لك حاسه بتجاهل، يعني هو حاسس بتجاهل فجاي لك 5 مليون، فدي حاجه كبيره. وكان اكتر من يعني موقع قطري تناول الاخبار انه خلاص زيزو
انتقل. لا قناه الكاس القطريه ودي قناه اعلاميه كبيره في قطر، لما تكتب الخبر ونادي الريان نادي كبير هناك فيبقى طبعا الخبر يعني مؤكد. فاللي حصل ان هو بس السابق كان هنا، السابق كان هنا ووالده قال انا الزمالك اولويه في الموضوع ده. انا قلت له نصا على الهوا لو الزمالك جابك وقال لك هديك فلوس قريبه وتمد ثلاثي وتلغي الشرط الجزائي قال امضي خمسه مش ثلاثه. اولويه ده قالها قال امضي خمسه مش ثلاثه. وهو زيزو لو تفتكر يعني لما في التأديد تجديد عقده والشرط الجزائي في يوم من الايام زيزو ده الناس كانت تقول لك لا ده زيزو ده مش عاوز يكمل في الزمالك وزيزو عاوز يروح نادي تاني في مصر وزيزو وزيزو، وقال لك ان احنا جددنا معاه عشان نضمن بقاءه. فزيزو المره دي العكس بقى، زيزو هو اللي تمسك بنادي الزمالك. وزي ما حضرتك قلت والده اتكلم، احنا لما الناس كلها قالت ان هو رايح الريان فاحنا تم التواصل مع والده واكد ان هو انا مستغرب من اللي بيحصل على السوشيال ميديا، بعض صفحات السوشيال ميديا بتروج انه ابني هو اللي عاوز يمشي. لا انا ابني متمسك بنادي الزمالك، اللي بيقول ان ابني عاوز يمشي من نادي الزمالك هو اللي يتحمل المسؤوليه ده. احنا جاتنا عروض وعروض بارقام كبيره زيزو رفضها، زيزو عاوز يحقق ارقام. زيزو دلوقتي يعني حاله تفاعل كبيره بينه وبين جمهور الزمالك، مستعد يضحي باي حاجه عشان يكمل مع نادي الزمالك. وقال ان هو ما تضغطوش على ابني وتظهروا ان هو تحاولوا البعض يظهر صورته ان هو اللي عاوز يسيب نادي الزمالك، لا هو متمسك واحنا بنقول الكلام ده. وزي ما حضرتك ذكرت قال ما تعدوش موضوع، ما تكرروش موضوع رضا عبد العال مع ابني، ابني متمسك بنادي الزمالك. وخلينا يعني لا انتوا ما قلتوش ما تكرروش، الخبر مش نازل عندكم كده اللي هو ايه بتاع رضا عبد العال مش نازل بالصياغه دي. الخبر نازل على لسان الراجل انه متضايق. طب ما انا قلت لك اهو قال ما انت بتقول ما تكرروش، لا مش نازل بالصيغه، بس كلمه ما تكرروش يعني بينصح. انا بقول لك يا جماعه ما تكرروش، لا معلش يعني كان ايه هي العناوين برضو لا انت لا ما اقصدش عايز يخطف ما اقصدش لا 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 هو انا ليه عايزين تكرروا سيناريو رضا عبد العال مع زيزو؟ الراجل بيتساءل الكلام اللي جوه غير لا 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 غير ده نازل في مصر اليوم. انا اللي ماشي الموضوع ما انا بقول لك اهو، ما هو نفس الكلام اللي انا قلته وقاله. لا يبقى غلط. لا ما هو نفس العنوان انا قلت لا غير. يا فندم انت بتقول هو الراجل بيقول ما تكرروا، انت بتقول انت قلت هو ما تكرروش اللي حصل مع رضا عبد العال، ما تكرروش اللي حصل مع رضا عبد العال ما تكرروش حاجه. لا هو الراجل بيقول لك ليه عايزين، يعني هو بيوجه دي لحد، ليه عايزين تكرروا سيناريو ده مع نفس المعنى؟ لا مش نفس المعنى. ليه عايزين خلاص بدل ليه ما تكرروش ليه عايزين تكرروا كده؟ تمام مش قاعدين نتصيد. انا قصدي ماذا واجه، انت اللي ماشي الخبر، ماذا واجه والد وده كان زيزو؟ اتصال تليفون اكتر من تلت ساعه. طب وماله ايه اللي واجهه يعني زيزو كان ايه احساسه عشان يقول انتوا ليه عايزين بعض؟ هذا السؤال موجه لاداره الزمالك لانه مفترض اللي عمل قصه رضا عبد العال كان مين؟ هو بالامانه مين اللي كان عامل قصه رضا عبد العال؟ طبعا كان الزمالك والاداره نادي الزمالك في الوقت ده ما جددت له. فلما يقول ليه عايزين تكرروا السؤال مش ليك ولا ليا، هو بس كان هو انا اقول لك عشان المقصود كان هو الصفحات السوشيال ميديا اللي كانت بتقول انه زيزو عاوز يمشي من نادي الزمالك. طب والمال عنوان نادي الزمالك ده ردا ايه؟ امال العنوان نازل فبيقول لك ما تكرروش ما تضغطوش. العنوان كده موجه لنادي الزمالك. لا ما هو بقول لك ما تضغطوش على ابني وتكرروا سيناريو رضا عبد العال. مين اللي كرره؟ السوشيال ميديا اللي عملت سيناريو رضا عبد العال. هو كان بيتكلم على عامل سيناريو رضا عبد العال كان نادي الزمالك وقتها الاستشار جاي لابراهيم. لا 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 لما قالوا البابي فوت جمل. لا هو الضغط على فكره ان هو الضغط على انه رضا ان هو احمى ان هو يمشي، ما تضغطوش على ابنه وتقول ان هو اللي عاوز اللي هو مش عاوز النادي. يعني رضا عبد العال في وقتها ما كانش عاوز يسيب الزمالك، فهو بقول كده برضو ابني مش عاوز يسيب الزمالك، فما تكرروش السيناريو ده. أيوة وتقول ابني عاوز يسيب الزمالك. هو العنوان مكتوب عشان يشد لا 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 الرجل. لا